بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيفتح المصاحف على سورة النساء، ترتيل تسميع من الآية 20 إلى الآية 23 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فتى ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تصحيح من ال 24 ل 26 الجزء الخامس إن شاء الله نبدأ فيه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم من بعد. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على بركاته. السلام ورحمة الله. دكتور كمال إن شاء الله سورة الحجارات من آخر الصورة من 12 إلى 18 آخر الصورة إن شاء الله. أعزم الشاجين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي. ان شاء الله ننصح من سوره الفاتحه، ربنا يفتح علينا وعليكم يا رب، اصلح لنا كل المداعمين يا رب، يا رب يرضى عنكم وعجبكم ولكل المداعمون يا رب، اصلح لهم وبالهم الداعمين والداعمات يا رب، اصلح لهم وبالهم يا رب. انا بقول بجمع التفسير يعني كل المداعمين يصلح لهم وبالهم يا رب، والمتابعين واللي بيدخلوا على قناه ماما وبابا وعلم الحياه على اليوتيوب واللي بينشروها في كل مكان يصلح له وباله الى يوم القيامه في الدنيا والاخره ان شاء الله، مش دنيا بس، في الدنيا والاخره، ونتقابل ان شاء الله في الجنات العاليه ان شاء الله يا رب، يصلح لكم وبالكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي. من عمل لنا اجمل نعمل له اجمل منه، مش عارفين نكافئ ندعي له حتى نكافئه حتى يعني حتى خلاص يكبر بخاطره، وربنا اللي يكافئكم، ربنا اللي يكبر بخاطركم ويديكم ويربي لكم الحاجات الحلوه دي كلها يا رب. الله الله على الورد الجميل، الورد يا رب واصحاب الورد تنجيهم وكل شهر، ربنا يفتح لنا ان شاء الله سوره الفاتحه، يفتح لنا ابواب الرزق بالحلال، ويفتح لنا ابواب الخير كله في كل مكان وكل زمان، ونجينا من عذاب القبر. اللهم نجينا من عذاب القبر، اللهم نجينا من عذاب القبر يا رب العالمين، اجعله روضة من رياض الجنة يا رب. اللهم صل وسلم. الله الله على الورد الجميل، ان شاء الله نقراه وبعدين ربنا يصلح لكم. الله الله سورة الفاتحة، ربنا يفتح علينا بالرزق والحلال، ويفتح علينا بالبركات والخيرات والرحمات اجمعين، وجميع المدعمين والمدعمات وجميع المتابعين اجمعين يا رب. يا انت هتقراضي الوقت، انت هتقراضي الوقت لما اخلص، اخلص براحتي ماشي، اخلصها وبقري اخلص هي صفحه وبعدين فضلت شخه ترتل بقى، ربنا يصلح لك ماشي ماشي.
من يصلح حالك ويبارك فيك ويشفيك وعافيك. الله الله على الورد الجميع. إن شاء الله نقرأ على طول من 1 لـ9 إن شاء الله. كل يوم صفحة بقى. مش كل يوم، ممكن الصبح بالليل حسب ما ربنا بيريد. كل وقت يعني كل وقت العيون مام، الورد العيون مام، وما فيش لعيوني وحدي. الله يبارك لي، الله ينهجيك يا رب. يعني ماما طب ماني ماني مامتها هي، هي بنتي. ربنا يكبر بخاطركم يا رب، تكبر بخاطركم، تكبر بخاطر كلكم يا رب. وانا موافقه لكل الماما يعني، انا خدامه التراب اللي ماما بتمشي عليه. ربنا يبارك لكم يا رب. لك يا اختي ربنا يصلح حالك يا استاذه. ولا ربنا يبارك لك انت وماما واحد، ربنا يصلح. لا احنا اثنين. ربنا يبارك لك. انا لابسه طرحه مشكله، لابسه طرحه حمراء. يا لابسه عبانة، لابسه حاجه ثانيه. ربنا يصلح حالك يا حبيبتي. يا الله مصر. ربنا يضحك لعيونك يا احلى ام شطوره بيدلعوك. ربنا يبارك لكم. ربنا يصلح حالكم وبالك يا رب. يا رب استر وياهم يا رب. استر وياهم وديهم وراضيهم. مطمئن قامة الخير وخير منها. ما البنت اللي بتلبس ما زي امي، انا اعمل لها ايه؟ شبطانه في اللي تقول لي هاتي دي واجبه. خدي يا اختي وريحي دماغني. البس دمك اجيب لها اللي دم حواليها، ادي لها بكل الله البسها. جميل. انت اللي جميله يا حبيبتي، ربنا يجملك بالستر والعافيه يا رب في الدنيا والاخره. شوفي بقى اللي بيقول كلمه واحده اقول له كلمات العشرات الامثال. ربنا يجملكم كلكم بالستر والعافيه في الدين والدنيا والاخره. انت قاعدين في السعوديه في الرياض، في الرياض الجميله، الله يروتها بالجنه وهي في الجنه اصلا. احنا في الجنه يا رب جنب بابا. بابا في مايس هنا في الجنة في الرياض ان شاء الله. ربنا يصلح حاله وجعله في البيت المعمور، يطوف مع ملائكته النور هو وماما يا رب. ان شاء الله ان شاء الله نقرا بالصفحه دي وبعد كده ارد عليك. زحلاء اللي زحلاء زحال ولا الزحلة مش عارف، مش فاهم الحته زحل ولا الزحلة. ايه ربنا يصلح حاله. هذا جنبنا قصدي صح البنت مش ايه غلط مش فاهمه. اللهم صل وسلم على اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب. ان شاء الله اقرا سوره الفاتحه عشان الوقت ان شاء الله في اسمعه. اقرا في ثواني في ثواني كده تلاقيني خلصت. غمضت عينها كالبرك، اخد نفس شهيق وزي عشان اخلص على طول عشان نعمل بس اعتصم. بترضى عليه؟ لا ما عاد، ما انا مش واخده في بالي في الكلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس القلب الابيض ما مشوش حد ولا بي عاد مات ولا يتاسف ولا حاجه. مش ان شاء الله اسمعوني بقى سوره الفاتح. ربنا يصلح حالكم، ربنا يصلح حالكم وبالكم يا استاذنا انت فوق راسنا. ان شاء الله. اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا الخير ابواب الخير في كل مكان وكل زمان. اللهم افتح لنا ابواب الخيرات والبركات والسعادات والرضوان من عندك يا رب في كل مكان وكل زمان. والسامعين والمتابعين وكل اللي بيتابعونا واللي بينشرونا واللي بيدعمونا واصحاب الهدايا كلهم يا رب العالمين اصلح لهم وبالهم. اللي بيجيبوا اللي هيجيبوا الى يوم القيامه اصلح لهم وبالهم. تنورك يا حبايب. إن شاء الله نقرأ بقى سورة الفاتح. اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله من سورة من 1 لـ9 إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
بحياتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صلى الله عليه وسلم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك. افطرنا الفطار بتاعنا اليوم النهارده، افطرنا رز ولحم عشان نقدر نقرا فطرنا النهارده رز ولحم. ربنا يوسع عليهم يا رب ويرضيهم ويديهم ريق كمان لسه اعمل كمان يعني، وربنا اللي بيعمل. اللهم صل وسلم وبارك. يعني اعمل فرخه بقى ورز بشعريه وبسله ان شاء الله. يلا قلت لكم الاكل النهارده امبارح واكلنا سمك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. اخلص وبعمل الواجب اللي عليا بقى، الواجب بتاع المطبخ دي الفرض بتاع الباس دي فرض، وكانت واجب وسنه يعني ممكن امبارح واكلنا في البيت كنا بره سامعه بالليل بقى، لكن بالنار واكلين سمك ورز برضه وسلطه وحمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك الهنا والشفاء حبيبتي، هنيك وعافيك ويحفظكم من كل صباح الخير بارك الحج، اشتقينا اليه ويحفظكم من كل مكروه اليوم فطورنا فيه. يا ان شاء الله احنا فطرنا عشان نقدر نقرا القران، عاوز قوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا سيدي يا رسول. بارك الله فيكم جميعا ان شاء الله، اصلح لكم وبالكم يا رب العالمين. نبو الله لسه صحيح. اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ارحم الراحمين. الله الفاتح وجمال الفاتح، ربنا يفتح لنا غزوته وسلام للوجه ده بالك عليه. صباح ياسمين أم علاء العراق، صبحك بكل خير يا حبيبتي الأستاذة أم علاء العراق، أهل العراق بيسلموا عليك. الله يسلمكم ومصطفى وياكم. الأستاذ حيدر مام العراق. حيدر؟ لا لسه. نفسه قبل ما يجي. لسه؟ كان بيبقى عادينا غنى عرفاض. ربنا يهديه إن شاء الله ينهدي. ربنا هو الهادي. يعني الصبر، إحنا الصبر كلنا. ربنا هو الهادي. اللهم صل وسلم وبارك، صباح العسل عليكم. صباح الخير. يهديهم كلك يا رب وللإيمان والإسلام. يا رب اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يهديهم كلك. يا رب اصلح لكم بالكم. يهديهم كلك يا رب. يا رب اللهم آمين يا رب العالمين، جزاكم الله كل الخيرات. يا رب. أنت قادر. القادر القدير المقدر. مقدر الخيرات سبحان الله. على كل شيء. سبحان الله هو القادر على كل شيء. ربنا يصلح لكم وبارك جميع المتابعين ويحفظوا. يا رب جميع المتابعين يصلح لهم ويقبلهم. يا رب يهديهم ويحفظهم. الحمد لله عسى الله نحمده ونشكره. يهديهم للإيمان والإسلام يا رب. يا رب الحمد لله نحمده ونشكره فضلك. يهديهم يا رب يهديهم. بارك الله في كل من سأل علينا ويهتم بنا ويهتم بأكلنا وشربنا يعني. ما شاء الله عليكم، ربنا يصلح لكم وبارك. بنحبكم والله كلنا. يعني بنبقى مشتاقين إليك وعاوزة أهتنى فتحة طول اليوم الباس، بس عشان لازم أنام أو أنزل فيديوهات، يعني ما وريش حاجة، يا أنزل فيديوهات، لا أهتنى ورا التليفون لما يفصل. في المطبخ، عايزة تطلع من المطبخ. يا المطبخ الحمات، يقولوا إحنا ندور عليك فيه، قال لهم في المطبخ، ولا كنت بخش مطبخ أصلاً، ماما مدلعاني، ربنا يبارك فيه. يا سلام،
سواء هذا الشيء قدام لايف ولا مش عارفة ايه مش فاهمة ايه بس ما يصير سواء ولا اللهم يعني اما ربنا يشفيك يا حبيبتي معلش فك عنها يا رب بفك عنها الحمد لله نحمد ونشكر فضله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي المال أعلى يوم الدين اللهم اشف أنت الشافي العافي الكافي العافي اللهم اشف أنت الشافي العافي الكافي اشف جميع المرضى يا رب العالمين وارحم جميع الموتى واجعلنا كما ترضى يا رب العالمين اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي المال أعلى يوم الدين يا رب العالمين وجزاكم الله كل الخيرات والبركات مش فاهمة كلام أنت لايف ولا يا كل شوية لايف ما أنا مش أوقات ما ربنا بيرد بفتح هنا بالليل بالنهار لو طول اليوم عادي أنتوا عايزين أقولوه إحنا نعمل لكم الله يقبل خاطرك يا حاجة وبنتك الحلو وكلامها الحلو ادعي لي عند سيد الشهداء أبو عباس الحسين أبو عبد الله الحسين سيد الشهداء اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي سيد الشهداء أبو عبد الله إن شاء الله دعلك عندي الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم صل دعلك كلكم ربنا يصلح لكم بالكم اللهم انك يا الله خط جه اللحم ربنا يصلح لكم بالكم يا رب بارك الله فيكم يقول لك صباح الخير يا حاجه النور خاطرك يا حاجه انت وبنتك الحلو ربنا يبارك لكم كلام بخاطركم انتوا اللي حلوين يا حلو انتوا الحلويات الله يبارك لكم ربنا يصلح لكم بالكم الله يبارك لكم ويديكم ويرضيكم كلكم اللهم امين يا رب العالمين صلح الابد يا رب ترضيكم ويديكم يا رب اللهم اكرمك يا رب تديكم الخير واخيار